قبل ما تموت امي كانت امي وبابا مطلقين. اي بعد عام بعد ما توفت امي نحكي لك انا بعد عام اخذ المراه ذي فهمتني كانت اموري واضحه معاهم انا يعني صغير وحدي في الدار يعني وقت ابوك وامك مطلقين انت عند شكون؟ انا يعني عند بابا وقت وامك حي وامي حي خليتك عند ابوك يعطيك الصحه اي وعندي اختي اخرى روان واختك اخرى معارسه تو جوها به الحمد لله عليه الحمد لله يا ربي اختك الحمد لله هذيك فرحت لها فرحت لها فرحت لها تحب اختك نحبها على الاخر انا ويا وحدنا خاص زوز بنية ولاية الدوب سسمة خلنا نعطيها تحية صابرين صابرين تحية لصابرين الله يتفرج فيك تحية لأختك صابرين أي 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 ما نكذبش عليك بعد عام عرس بوك بعد عام يا ريتو ما عرس يا ريتو ما عرس يا ريتو ما عرس كان ما عرس رانا جاونا بيه أنا وياه تو من اللي عرس وأنا قاعد نعاني لتو كيفاه بربي نعاني كان نقول لك انا وين بيت بت في البلايص تصورها انت في راسك الكل وين بت؟ بت في برشلونه بت تحت القناطر بت في جبوليات التو انا تو البيت في الحمام في حمام مهجور في الحمام عليه اي هو ما حبك هيك سي علي كيفاه فسر جيت سي عبد الرزاق جبت لهم عبيد جبت لهم كذا اخر مره نحكي انا وياه بابا قلت له مي سيرج بابا العشاء اللي في السطح هذيك فيها العلوش مي سيرج قلت له العلوش يبات بجنبي يعني. ما يسالش اعطيني من كن راسي هكا هاو ما حاجتي بحد شيخ لا حاجتي باش اعطيني بيت وحدي مفتاحي وحدي وما عادش وجهي جمله وجهي ما عادش يروح ناكل وحدي نتصرف وحدي ندبر راسي المهم وين ترقد اعطيني وين نرقد هكا هاو الحنيه مريتي عمري مرت حنيه انا يعني مليانه صغير لتو عمري مرت حنيه جمله مشيت امك انا نعرف تمشي الام جمله تمشي الحياه وليت انا نسرق قدام الحاكم بالعاني باش حد يشتاف الحبس به نرجع لك تو نوصلوا لهذا بوك علاش تبدل معاك؟ ما نعرفش عليه ملي عرس؟ ما نعرفش عليه ولا من قبل؟ من قبل من قبل حسين وانا صغير ما نعقلش بالكدا بالكدا وانا صغير اما نحكي لك معناها ما في نقول ماهوش بابا من وقتاش وليت تعيش في الوضع هذا؟ ملي عمري 9 سنين لتو